رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ومما يدل على كمال حلمه وصبره وعفوه صلى الله عليه وآله وسلم اتساع خلقه للمنافقين. المنافق في زمن النبي كان كافر باعتبار صار للإسلام دولة مع الدين اللي هو بناء شخصية الإنسان روحيا وأخلاقيا وعقليا. كان الإنسان ابني يعبد الحجر، يعبد الكدر، هذا في عقل، هذا الحيوان ما بيعمل. وأخلاقيا كان داحس والغبراء، هي قديشة تحاربوا 40 سنة. شو 40 سنة؟ وكانوا دائما قبائل، ما في مفهوم أمة أو دولة. إجا الإسلام كمان عمل لهم وحدة ودولة، وجعلهم أعطاهم قيادة العالم وتحرير الشعوب من الظلم والاضطهاد وتأليه الملوك مع شعوبهم. فهي كلمة التأليه كان في الأمم القديمة يألهوا الملوك إلى آخره. فلما صار دولة اللي ما آمن يسر حاله بالنفاق، أما هو كافر باطنا ولحقن دمه يظهر الإسلام ظاهرا. فقال: وكان عدد المنافقين من الرجال 300 ومن النساء 170. هذا الطابور خامس وصل المدينة المنورة. بمكة كان في منافقين لما كان النبي في مكة، في حالة ضعف ما في نفاق، العدو بجاهر، النفاق في حال القوة. قال: فكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غاب، ويتملقونه إذا حضر. بالوش مدراية، شو بيقولوا؟ مراية. وبالأفا مدراية. وذلك مما تنفر منه النفوس البشرية. صفة النفاق منفر للنفوس، المنافق غير محبوب، كأنه عدو وعم يغش الناس بمظهره. وكان كلما أذن للنبي في التشديد عليهم، الله يسمح له أنه ينصع رقابهم،
يعاقبون أشد العقوبة، فتح النبي لهم بابا من الرحمة. هذا من باب التعليم لنا، شو من باب التعليم لنا أنه النبي الله أعطاه كامل الصلاحية في العقوبة وفي القصاص وفي الانتقام، وهو حقه. قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فكان يستغفر لهم ويدعو لهم، حتى أنزل الله عليه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، مثل بعض البعض. فقال عليه الصلاة والسلام: خيرني ربي فاخترت أن أستغفر لهم. يا عيني. ولما قال له: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. شوف الفقه ابني شو قال. قال: فوالله لأزيدن على 70. شو هذا اللي نغز بالرمح جمل ستنا زينب بنت النبي وماتت، وكانت حبلية وطرحت وكان سبب موتها. لما أسلم النبي عفى عنه. هذا ابني، هذا الإسلام. شلون نجي نقتال من يقول لا إله إلا الله؟ سبه منافق، سبه كافر. تجي النبي شو عملوا؟ حاطب ابن أبي بلتعة، لما النبي بده يفتح مكة وربط الطرقات حتى خبر الزحف ما يصل لقريش، راح بعث له مكتوب إن النبي جاي، وديروا بالكم، احذروا، خذوا حذركم. وانكمش المكتوب. هذا بالقوانين النافذة شو حكمه؟ في شك؟ في شك؟ وأثناء الحرب هذا محاكمة نصة، محاكمة ميدانية. النبي عفى عنه. والله أنزل: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا حاطب، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال له: يا أيها الذين آمنوا، ما يا منافق، لا تتخذوهم يعني أحباب، تسرون إليهم بالمودة، عم تعمل محبة سرية من تحت لتحت من وراء أفى النبي. سيدنا عمر قال له: دعني أضرب عنقه. قال له: لا يا بد يا عمر، لا يا عمر، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، وما يدري لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفاء النبي أمام أكبر جناية، أمام أكبر إيش جناية. الوفاء من أعظم شيم الرجال يعني. الوفاء من أخلاق الإيمان. الوفاء نوع من الشكر، أو نوع من قول النبي: إن الله يسأل العبد عن صحبتي ساعة. قال: فوالله لأزيدن على 70. اللهم اغفر لفلان، اغفر لفلان 70 مرة. وفي رواية: فأنا أستغفر 70 70 70. بهذول 70 ضرب 70، لما 70 زائد 70 إذا جمع 210. معنى ذلك الحلم، معنى ذلك ذوبان النفس وأهواءها وأنانيتها. ما صفي غير إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. والنبي خسر، خسر، وهل بيعمل هيك بيخسر ابني؟ استعملوا الحلم يا ابني مع عداكم، والصفح، ومقابلة السيئة بالحسنة، وشوفوا نتائجها. إذا ما كانت من طرف الله، من طرف الناس، من طرف الله، حضرة الله عز وجل تعمل شيء من أجله. هون إذا كان من أجله، الله ما بيتحمل من نية حدا.
الله يتحمل من نيتنا؟ نحن نكون أحسن من الله؟ نحن نصدق الله فيما وعد ولا يصدقنا فيما وعد؟ شو غلحك يا هذا؟ نصدق الله في عقد الإيمان ولا يصدقنا في عقد الوفاء؟ مستحيل هذا يا ابني. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال إلى أن أنزل الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذا كان لن يغفر الله لهم ما في فائدة، فترك الاستغفار. فترك إيش؟ الاستغفار. معناته هن ما فيهن أهلية للمغفرة، هن لا يريدون مغفرة الله، لو أرادوها لسلكوا طريقها. وإني لغفار، باب المغفرة مفتوح لمن سعى إليها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.